ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. وضرب الله لنا مثلا للذين ينفقون أموالهم طلبا لرضا الله والفوز بقربه واعتقادا راسخا بصدق وعده، يوقنون أن ما أنفقوا وأخرجوا في سبيل الله خيرا لهم مما تركوا وأبقوا. مثلهم كمثل بستان عظيم بأرض عالية طيبة هطلت عليه أمطار غزيرة، ذاك البستان كثير الأشجار غزير الظلال وافر الثمار الحسنة والطيبة، يضربها الهواء من كل جانب وتصيبها الشمس من كل ناحية، فتضاعفت ثمراته وكثرت بالنسبة لغيرها من الجنان. وإن لم تسقط عليه الأمطار الغزيرة فيكفيه رذاذ المطر القليل لطيب منبته، وكذلك عمل المؤمن لا يبور أبدا بل يتقبله الله ويكثره وينميه، كل بحسب عمله ونيته، والله بما تعملون بصير، لا تخفى عليه خافية، وسيجازي كلا على عمله. جزاكم الله خيرا. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.